يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل ورد أن النبي محمد صلى الله عليه وسلم يعرف الشخص إذا جاء لزيارته؟ ما أعرف شيء في هذا. الذي ورد أنه يبلغ السلام من سلم عليه في أي مكان، في ملائكة طوافون يبلغونه سلام أمته عليه الصلاة والسلام، فيه أنه إذا سلم عليه المسلم يرد الله عليه روحه عليه الصلاة والسلام حتى يرد على من سلم عليه، ورد هذا. نعم، ورد أنه ترد عليه روحه حتى يرد السلام على من سلم عليه. أما المعرفة ما أدري. نعم.